درويش انت لا تاكلي هالمو، تركي لي يا الي. طيب كمان مو غلط، حاولي معه انت، حاولي. ماشي، مع الف سلامه، تصبحي على خير يا روح، باي باي. وقع العصفور بالفخ. لا يا موسي، ليش لحشينا هون؟ شو ما فيهم ضمير هدلهم؟ قوم زكي، ليك شلون كوكي؟ لك زكية، زكية. بدورتي؟ أنا بدورتي، أنا درويشتي، شو ما عرفتني؟ بعيد عني هيك، بعيد يا خراب البيوت العامرة، بعيد. يا لطيف، ليش هيك معصب علينا؟ الله يسامحك، أصلاً أنت الواحد ما بياخد عليك لأنه عقلاتك على قده. قوم شرف معي لشو؟ لوين؟ على غرفتي، احسن ما تتمك نايم هون وتاخذ برد وتبلينا فيك. شريك، خليني اخذ برد ويجيني داعي النارزان على غرفتك، ماني طالع. مثل ما بدك، انا كان قصدي صالحك مع بدريه بس انت ما بدك. عم رايح معك. لحظه رايح. حاني لقلك ابو الزيك، ما بيحل لك مشاكلك غيري. احمل هالشنطة لقلك. ومشان شو الشنطة؟ هي على اساس انك انت بدك تترك البيت وتروح تفل. لا حبيبي ما حذرت، انا ما بدي اترك البيت وما بدي فل. لك لا، هذا تمثيل، خطة يعني. شو هالخطة هي وشو هذا التمثيل؟ لك اخي ابو الزيك فهم علي، خليك معي. يعني انت هلا بتحمل هالشنطه وبتحمل حالك وبتمشي باتجاه الباب البراني على اساس انت فالل من البيت. بلحق انا بنادي لك، لك يا ابو الزيك وين رايح؟ بتقلي بدي روح من هذا البيت، اتركوني انا جنيت. بلك لك لا يا ابو الزيك ما وصلت معك لهالمواصيل. بتقلي وصلت و60 وصلت، اتركوني بدي روح بصبص على النسوان، بدي اتجوز وحده غير اختك. بصير انا بتخانق انا وياك، منك كلمه مني كلمه، منتعايط. تطلع بدريه بتشوفك بدك تتجوز وحده ثانيه غيرها، بتقوم بتراضيك وبتنحل كل المسائل. شلوني معك؟ بقعد عليك على الخطه. امتى نبلش بالتنفيذ تبع الخطه؟ هلا دق الحديد وهو حامل. لك احلى ابن حمه، احلى ابن حمه بالدنيا كلها. ايه اخي، فينا نعمل بروفا هلا؟ لك انا اللي بعمل البروفا. يلا لشوف، روح باشر. بلش روح. وينك؟ لهون هيك. وينك؟ انا ماشي يعني ماشي. بحبك كثير لك بدورة، انا بحبك بموت فيك لك بدورة. لك هذا الايد، الله لا يعطيك العافية. شو صار؟ دع حريشة، اولا رح تفضحنا، ثانيا ما بيصير تقلي انا بحبك. ليه؟ خلاص بتصمم انت تطلع من البيت فورا، رايح انت خلاص، ما في اي شيء بيرجعك، بتمك مصر انك تطلع من البيت، فهمت علي؟ خلاص انا من ايدك هاي لايدك هاي. يلا شوف دق الشنطة بشوف. بسم الله. امشي قدام مني عند الباب البراني. ها لبرا يلا روح. شو الخطة هاي؟ صرت بريت البيت ما حدا عم بيقول لي شيء.
الوياش يودا الوياش الوياش. خير ان شاء الله. مين بيكون بهالليل؟ يعني بس لك مطول مشان اول مطول ما بدي مطول يا اخي ما بدي مطول عم بشتغل لحالي شايفني انت ما عندي صنايعية انا بدي لحق لك اياها لك يا اخي ارحمني لك انا عندي تصوير بدي لحقه ايه معلش روح اتصور في جارنا هون بالحارة مصور كتير منيح اتصور عنده بين ما تخلص تصويرك كون انا خلصت لك السيارة يا سيد انا عندي تصوير تلفزيوني ليش بلا صغرة انت شو بتشتغل انا مخرج تلفزيوني ايوه هلأ فهمت بس بدي اسألك سؤال دخلك هي الشغلة مربحة؟ لك مربحة ولا مو مربحة؟ انت شو بدك بالشغلة؟ لأنه إذا هي الشغلة مربحة لنشتغل فيها هي مربحة بس يعني بدها ملايين كتير إذا الشغلة متوقفة على الملايين الملايين موجودة بس المشكلة إنه هي الشغلة أنا ما بفهم فيها فهمني إياها لا الشغلة ما بدي أفهم يا أستاذ بس من حضرة الملايين كل شيء بحضر معه وعلى كل شو ما بلزمك أماني برقبتك أنا هي كارتي واتصل فيني إيه يسلم غديات شرفنا والله شريف أخي وهي كارتي أنا كمان رقم المحل ورقم البيت موجودين نحكي مع بعضنا إيه مو على راسي يا باي باي أستاذ مع السلامة مهوني أنا طيفور أستاذ طيفور باي باي حافظ مع السلامة اجيت على رجلي يا هي الشغلة اللي كنت عم بستناها روحي لنادي زكي خليه يجي يفطر يلا حردان امي قال ما رح يطلع من غرفته لحتى يعرف يا هو يا درويش العين تطرقهم هن اثنين انا فرجيهم ها قوم انزلك تزر من صهرك لشوف امي شو خير انزلك تزر من صهرك ما بتعرف خير قوم انزلك تزر من صهرك عم بقول لك شو سويت له لحتى تزر منه لك تشتبه ولا مفكرني مالي عرفانه ما هيك قوم اتحرك لشوف يلا جاي جاي قوم حرك يلا لا تمهيس جدي ماما بيت سواح نواح وغرفة وأكل وشرب وعروس وحماية وابن حما لكان شو على باله؟ حرك حاج تلعي لا بقى لأبو سريق ولا شلابق أبعاب قوم صهري قوم الله يرضى عليك هي درويش هي اعتذر منك فشا بيعتذر منه هو اللي بيعتذر شو ما في كرامة؟ سامع شو عم نحكي يعني فاحة أدقه كمان طول بالك معلش يلا يلا تباوسوا خلصوني يلا ماشي حماتي انا من جهتي مسامحه كرمال عيون بدريه مرتي كل شي بهون ايه خلاص خلاص سماح يا لبن خلاص طيب طالما هي خلونا نروح ناكل بقى نفطر لانه اليوم انا عازمه طيفور على الغدا ها يلا يلا, يلا. شلون طيفور شلون عازمه طيفور يعني يلا اتحرك كيف بتعزمي طيفور انا ما برضى طيفور يفوت على بيتنا بعدين مشان ايش هالعزيمه لك ابني مو كتر خيره الزلمه عفى عنكم وطالعكم من السجن مو لازم نردوا للجميع مزبوط حماتي عين الاعل بعدين درويش انت لازم تفرح الرجال كتير طلع ابن حلال قال ابن حلال قال ايه بدكم تعزموه عزموه بس يكون بعلمكم انا وطيفور على طاوله وحده ما بقعد لو بدها تضطرب الدنيا فوق راسي خلص امي احكي معه للرجال وعزميه وما يهمك من درويش يا
ألو، مرحبا معلم طيفور، كيفك؟ كيف صحتك؟ يا أهلين. والله يا معلم طيفور، يعني نحن مقصرين بحقك كتير. أنا ماني عارفان شلون بدي أتشكرك. أنا؟ إيه الحمد لله صحتي منيحة دائما الحمد لله. شو بدي أقول لك؟ ممكن تشرفنا اليوم على الغداء؟ لا ما رح أعفيك أبدا. لا 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 لا. طيب إيه عنا بالبيت طبعا. يا أهلين يا معلم طيفور، بانتظارك، ها لا تأخر. طيب الله معك، مع السلامة. زبطت معك يا طيفور، من حظ مخرجنا حبيبي لك، قال دبري ملايين، هي دبرت لك ملايين، دبرت لك الملايين، مخ عم يشتغل حبيبي، مخ عم يشتغل، قال ملايين، قال أنا يلي بجيب الملايين، طيفور يلي بيفهم بالملايين. ما بعرف شو بدي أقول لك يا أمي، بس ما حلو هلا أنت هيك تروحي تتجوزي. يا أمي يا حبيبتي، أنت بتعرفي ليش بدي أتجوز المعلم طيفور؟ بدي أتجوزه منشان جوزك وأخوكي. إيه، لأنه هن اثنين صايعين ضايعين، مو معروف راسهم من رجليهم. بقى قلت لحالي يعني إذا تجوزت المعلم طيفور تقبريني، بشغلهم معه بالورشة ودير باله عليهم، ما بيصفوا هيك ضايعين لك أمي. عرفتي حبيبتي ليش بدي أتجوز المعلم طيفور؟ ايه ما اختلفنا، بس متجوز حماتي. هو حماتي شو عليه لك امي؟ شو فيها؟ هي ببيتها وانا ببيتي، يعني شغله عاديه امي. والله ما بعرف شو بدي اقول لك، يعني اذا انت مقتنعه ومبسوطه ومرتاحه انا ما عندي مشكله. يا حبيبه قلبي يا امي، الله يرضى عليك يا رب. افرح يا قلبي جاك نصيب، يا الحبيب افرح. ايه شو هاد شو هاد، مطقم لحالك، شو مالك رايح على الشغل؟ بلا لكان رايح على الشغل، وبدي امرق على المالية كمان ادفع الضريبة. الله يسر لك كل امورك يا رب. لا تستنيني على الغداء. ليش؟ لاني معزوم. وين معزوم؟ عند واحد صاحبي فنان عازمني على الغداء لعنده. الله يوفقك، خدي معك. الله يوفقك. ما بحسن باخذك لانه هذا عزابي ما عنده نسوان، مو حلوه. ايه اذا هيك معك حق، الله يسر لك كل امورك يا رب. الله يرضى عليكي، ناوليني هالجاكيت والكنزه. على راسي. حوصوا لألكن، دعروا للمعلم طيفور. لك شو سر العزيمة؟ ما بعرف ليش كل الاهتمام بالمعلم طيفور، والله ما نعرفان. كل تفكير هالبيت غلط بغلط. شو أمي لسه ما خلصتي؟ يلا يلا أمي خلصت. ها أمي شوفي لي أمك شلون طالعة؟ إن شاء الله ما تبلي يا حق، تاخدي العال أمي، شو هالحلاوة هي؟ روحي الله يجبر بخاطرك يا بدرية، إلهي ويوفقك. أمي تقبريني؟ ليك وإجا، قولي لأخوك يفتح الباب. درويش قوم 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 افتح الباب، قوم قوم. أنا ما بفتح لحدا، يلي عزم وغيره يفتح له. أبو زيك حبيبي قوم قوم، الله يرضى عليك، أنت افتح الباب يلا. تكرم عيونك، انت اوامرك طلبات اصلا، تكرمي. طول عمرك لا لو. اهلا 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 معلم طيفور. يا اهلا يا اهلا. مرحبا صديقي. اهلا اهلا وسهلا. دخلت علينا مرض الاكل لانه عازمينك على الغدا. نحن مو هدفنا الغدا، مو هدفنا اكل، نحن هدفنا اسمى من هيك بكثير. نحن هدفنا اكل كمان. اجا المعلم طيفور. السلام عليكم جميعا. اهلا وسهلا معلم طيفور. مرحبا يا اختي. اهلا اهلا وسهلا. هلا شرفت. مرحبا درويش.
امي قوم سلم على معلم طيفور. تصالح انت وياه. قوم امي. انا ما بسلم على حدا. مو هو حبسني؟ هو اللي بيجي بيسلم علي. انا بسلم عليه وبوس راسه كمان مثل ابني هاد حبيب قلبي. ولو طول عمرك قلبك طيب يا معلم طيفور. خلاص سماح يا لبن. تفضل الاكل سخن هلا بيبرد. تفضل تفضلوا تفضلوا يا جماعه على الغدا. تفضلوا يلا تفضل. نعم نعم. ايه نعم. ايه هون بيت طيفور. مين عم يحكي؟ حضرتك المخرج؟ يا ميت اهلين وسهلين. اهلين فرصة سعيدة. نعم. لا مو موجود. شلون؟ مو حضرتك اللي داعيه على الغداء انت؟ ما بعرف والله. ايه لا هو قال لي انه انا معزوم عند المخرج. ليش حضرتك مو المخرج اللي انت داعي؟ ما بعرف. ماشي مع السلامة. شو هاي القصة؟ معزوم ومعزوم وين راح لكان؟ طيب انا بورجيك يا طيفور. شو هالاكلات الطيبين. يسلم وديات اللي طبخهم. شي رائع كتير. ان شاء الله دايمه وبالافراح يا ام درويش. عقبال ما تفرحي بابنك درويش ان شاء الله. بوجودك ان شاء الله يا معلم طيفور. انت سالم. الله يسلمك. شوفوا يا اولاد انا بحبكم كثير. بحبكم مثل اولادي واعز والله. وخاصه انت يا درويش. هي بايدك هيك؟ انا ما بحب تمزح معي هيك مزح غليظ. لا يا درويش انا عم بمزح معك لاني بحبك مثل ابني انت. يا ام درويش انت بتعرفي قديش بعزكم انا. بعرف بعرف والله بعرف. ولذلك انا حابب استغل هالفرصه هي واطلب ايدك على سنه الله ورسوله من ابنك درويش. يخرب بيتك شو ناس ناس. لك شو اللي عم يصير بالبيت من ورايا؟ شو ام درويش؟ لك انا رجال بالبيت ولا مالي رجال؟ لك شو اهلا وسهلا وعزيمه والمي عم تمشي من تحتي وانا مو عارفه. يا لطيف شو ظلمتك يا زكي لما قلت عنك خروق. لك بالعكس طلعت انا الخروق. ليكو قاعد بحضننا وعم يمتب بدعنا. لا يا طيب ولا كلمه بس ولا حرف. اتجوزت امه لصهريه ما حكينا شيء. اما تتجوز ام ابن حماله صهريه هي لا تعلم فيها منوبه. لك ابني ما فيها شيء. الرجال ما عم بيحكي شيء غلط. عم بيطلب بشرع الله. يا درويش يا حبيبي انا جاي من الباب مو من الطاقه. ما عم نط من فوق الاسطيح مثل القطاط. انا جاي على سنه الله ورسوله اطلب ايد امك. لك لسه بيقول لي باب وطاقه واسطيح. لك انو باب وانو طاقه. لك شو هي لسه هلا بتقول لي سقيفه شوي ثانيه. لك شو هالدهمسه. طول بالك طول بالك. اذا مالك قبلان معلش انا بنصحك. ما بدي خلص انا ماني موافق. وانت شو دخلك؟ انا ما برضى تجيب ضر على امي بعد المرحوم ابي. المرحوم ابوك شو جاب لجاب لك؟ الله يرحم ترابك يا ابو زكي. شو كنت رجال. لك روح تعيش تعيش وتترحم على مواتك. الله يرحمك الله يرحمك يا ابو درويش. شو كنت زقر وابضاي. الله يرحمهم جميعا ويجعل مسواهم الجنه. لك يا هيك تكون البذرة يا بلا. لك تسلم تسلم. الله يعزك الله يعزك ولا يفوت الخراب لا دارك ولا لدار جارك. بنوب بنوب. على قولة المثل يا زكي قال لا تجيب الدب لكرمك. بيروح الكرم وبيتم الدب عنا بالبيت. لا اسمحي لي يا درويش هيك تخنت كتير. ما عاد تتحملون هدول. ايوه طول بالك طول بالك. عود 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 وهدي اعصابك وروق وحياة عيونك. ما بيصير الا الشيء اللي بدك اياه انت. خلص ولا درويش درويش موافق ولا مالك موافق؟ لك يا امي شو ما بتعرفي انه في ضرائر ومضرات ومتشابكات. الامور فيها شوائب يا امي. لك يا امي لا تخاف ما حيصير شيء من اللي عم تقول عليه هذا. يا درويش يا حبيبي ام زكي بتضل ببيتها وما حدا بيقرب عليها. وام درويش كمان بتقعد ببيتها وما حدا بيقرب عليها.
بعدين في مشروع بيناتنا، في مشروع جديد بده هز كتاف وانت قد الحملة. مشروع معلم طيفور؟ شو المشروع؟ شغل شغل بعدين بحكي لك عنه هلا، بس قل لي انك موافق ولا مالك موافق. معلمي انا الي بالمشروع هذا طبعا. لك انتو مثل ولادي، بحبكم انا انتو الاثنين. والشغلة امتى يعني؟ قريبا قريبا. انا بفهمك عليه. خلاص لكان انا موافق، بس بدكم تعطوني كم يوم لحتى افكر بالموضوع يعني. وهلا هلا بعطيكم النتيجه، بس بدها شويه وقت يعني. يلا خلينا نقرا الفاتحه هلا. يلا قولوا بسم الله الرحمن الرحيم. على بركه الله. إذا بالورشة مو موجود، عند المخرج مو موجود، ورايح مطقم لي حاله ومتعطر كمان، أنا وين راح؟ وين بده يكون؟ بلش الفار يلعب بعبي. يلا هانت ها، الله يجيب العوائب سليمة. هاي هو الشاهد الثاني. تفضل وكيل العروس وقع لي هون. حاضر، أنا وكيل العروس هون. أيوة. هاي توقيعي. تفضل عبيس وقع لي هون. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيك. الله الف مبروك. مبروك. الله يبارك فيك. ان شاء الله الف مبروك. ان شاء الله الف مبروك. ان شاء الله الف مبروك. الله معكم، مع السلامه يا شباب. مع السلامه. الف مبروك يا معلم. الله يبارك فيكم. مبروك اخي زكي. ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيك، يخلي لنا اياكم. يا ربي دخيلك، وين راح الرجال؟ ماله بالعاده هيك يتاخر. يا ربي انا. الحمد لله على السلامة ابن عمي، غليت لي قلبي. ما قلت لك انا معزوم على الغداء ويمكن اتاخر المساء، شو نسيتي؟ لا ما نسي، قلت لي بدك تتاخر على الغداء، بس هلا صرنا بنص الليل. معك حق، كنا عم نحكي انا والمخرج بمشروع كبير، وفي احتمال كتير كبير هالكم يوم اني اتاخر عنده، وبجوز نام عنده كمان. كمان بدك تنام عنده؟ المعنى مشروعه كبير كتير. ايه مثل ما قلت لك كبير كتير كتير. بتعرفي هذا المشروع في له ارتباط مع شركات من خارج البلد، وهدول اجتماعاتهم ما بتصير غير بالليل لانه بالنهار ما لهم فاضيين. احكي لي عنه هذا المشروع. بعدين بحكي لك بعدين. حط لك عشاء ابن عمي. لا لا لا، انا تعشيت وتعبان، قايم نام. يلا تصبحي على خير. انت من اهله. شو قصته هالرجال؟ ماله طبيعي منهم؟ المخرج اتصل معي. لا بجوز هذا المخرج غير هداك المخرج. يا اهلين وسهلين ومرحبتين. صباح يا صباح الخير. صباح الخير معلم. صباح الخيرات والليرات. تفضلوا عندي. تعالوا تعالوا عدوا عدوا عدوا. ايه معلم طيفور، نحن جاهزين. جاهزين على شو؟ إيه مو انت قلت انه عندك مشروع كتير كبير؟ ايه بلا، انا قلت هيك شيء، وهذا المشروع من تخطيطي وتنفيذي، أنا فكرت فيه. نحن جاهزين، بس قلنا شو هو المشروع يعني؟ في إلي صاحب فنان إجا لعندي من مدة، قعدت دردش أنا وياه، عرض علي افتح شركة إنتاج فني، وحكالي حكي مو بالعقل، بيطير العقل قد مو ظريف. قال هي الشغلة مزراب ذهب. بعدين أنا دوزنتها بمخي، فكرت فيها وسألت ناس كتير، الكل أكدوا لي ها، الكل أكدوا لي إنه هي شغلة رائعة وبتختلف عن كل الشغلات اللي اشتغلناها سابقاً. فنانين راقيين مو حي الله، يعني ناس مثقفين، فهمت؟ بقى هذا أهم مشروع بنشتغله، وهذا اللي عم أقلكن عنه. إيه أصلاً أنا من زمان عم فكر بهالمشروع، بس عمرك أطول من عمري يا معلم طيفور. لك أهم شيء اللي حاطه بذهني أنا إنكم أنتم موهوبين كتير وبدكم تنجموا. أنا ما بعرف نجم. أنت مو تنجم. ليك الفهيم ليك، مين قال لك تنجيم يعني تبصير؟ بدك تنجم يعني بدك تصير فنان كبير. أيوة. إيه هلا فهمتها فنان. أيوة. كبير. هلا الأهم من هيك بقى إنه المخرج جاي لعندي وبدي أقعد أتفاهم أنا وياه. بقى شو رح تعملوا انتو؟ نحن جاهزين على 24 دقة هون.
ان شاء الله ما يبلى يا امي، ما يبلى ولا يتخ. شوفي بدك هيك الشعرات، بدك نرفعهم؟ ما بعرف شو رايك انت. ما بعرف مثل ما بدك امي. مكتئب بريني انت، كيف ما كنتي حلوه. اخي اتكلنا على الله، انا خالي في عنده مكتب مناسب لهي الشغله كثير، يعني كنا ناويين انا وخالي نفتحوا مكتب لحالنا ونعمل اتكال. اخي انا ضايع اشوف واحد صديقي كاتب نص سيناريو كثير كثير حلو، يعني من قصتهم بينتو حلو. الان خلينا نضرب الحديد هو حامي، اتصلوا في هاي تليفون استاذ لك. لك الحديد هو حامي لانه مو بكره التصوير. لك لا اخي شو بكره ما بكره، الشغله مو خبطه زو. لا ما بدنا نمطمط فيها، بدنا نخلص بسرعه. طيب طيب ماشي، انا راح انهي الموضوع وبكره الاجتماع عندي بنفس الوقت. اتفقنا؟ اتفقنا. حطيت لك بيجامه وبشكير وماكنت الحلاقه وانينه، تعطيت كمان هيك شغله بتحتاجها. لا لا ما في داعي، الشركه اللي مستضيفتنا حاطط لنا كل شيء ومحضره كل شيء. ماشي الحال، اللي انت بدك ترجع بالسلامه. ما بعرف شغله يومين ثلاثه، اذا مديت اسبوع. يا سيدي تروح وترجع لي بالسلامه، بس الي عندك رجاء انك تتصل معي بس مشان اطمن عليك. ولك تكرم عينك ولو. هو انا مطمنه لانك مع المخرج رح تتسلوا سوا. يا بدك شيء؟ بدي سلامه عمرك. خاطر الله معك، مع السلامه. ليش يعني هيك ابو الدراويش صار وطلع العرس كثير مشرشح؟ ايه ما شفت بعينك يا ابو الزيك، هبيت الطرحه وتعبجنا لعبجه. بس بتعرف شو يعني، انا مو لحق علي الدبانه تروح وتجي تروح وتجي، حولتني حول اخر شيء هدت على الشمعه. انا الدبانه؟ الدبانه اللي هدت قمت كمشت الدبانه ولبت الحريقه. معناته مو لحق عليك؟ الحق على الدبانه يعدمني اياك يا زكي، عم اقول منين اجى الحريق. طيب انا شو ذنبي؟ شو هالسفرة هاي اللي ما كانت لا على البال ولا على الخاطر؟ لا قلبي مو مطمن منوب. أنا من هديك المرة قلبي كان مو مطمن لما قال لي شو أنا معزوم عند المخرج، والمخرج شو عم يدور عليه، صار له كم يوم ماله على بعضه، وهلأ شو فجأة اجته سفرة. داخل راسي وما عم بقدر أفكر شو عم يصير معي، ماني عرفانة يا ربي شو بدي ساوي. شو شباب عجبتكم الشركة؟ ما شاء الله يا أستاذ، يعني تحفة أثرية مزركشة وحتى فيها قنطرية، يعني شي فخم.
فخم كتير. هون بدنا نمثل استاذ يعني هون؟ طبعا هون بدنا نمثل، مو هون شركة الانتاج استاذ. تفضلوا تفضلوا يا جماعة، التصوير مو هون، هون مقر الشركة، التصوير رح يكون في أماكن تانية. طبعا يا زكي مو هون بدنا نمثل، بدنا نمثل هنيك يعني، هون في مسلسلات عاطفية بتصير، أما فيك تفوت خير وأحصني لهون والغابات وال يعني الأجوائيات هنيك في أماكن تانية مثل ما قال الأستاذ. استاذ يعني هو كل شيء مفهوم، بس انا حاسس انه كثير عم نضيع وقت، اعطينا المسلسل خلينا نمثل. انت بس شاطر بدك تمثل؟ مو بدك اول شيء تتغندر وتتبودر مشان تطلع حلو على الشاشه، مو هيك استاذ؟ يا جماعه طولوا بالكم، نحن ما راح نشتغل شغله لحتى ما يجي الاستاذ طيفور، يعني استاذ طيفور هو صاحب الشركه وهو المنتج يعني. ليش لحتى نستنى استاذ؟ نحن كمان منعجبك، نحن بتاع كله. استاذي نحن جاهزين لحتى نمثل، بس انا عندي الشرط اول وشرط اخير، يعني لازم تكون نجلاء فتحي تمثل معنا. ما شاء الله عنك شو ذكي، يعني محلانا ونجيب نجلاء ونترك ليلى، مو عيب؟ مين ليلى؟ ليلى علوي استاذ. لك شو ليلى ما ليلى؟ لك حاش تتفصح انت وياه؟ هاي الشغله يا اخي ما بتفهموا فيها بنوب؟ لا يا استاذ هي ما حبيتها منك بنوب، الشغله كلها على بعضها يعني شغله التمثيل ما بدها شيء. يا شباب يا شباب، لحتى نفوت تصوير لازم نمر في مراحل، لازم نتقي نص يكون مبني بناء درامي متين. ايه اوكي اوكي. اولا بعد ما نتقي النص بنفوت على الديكوباج، بنطلع من الديكوباج. لك لا تقطعني، لا تقطعوا يا زكي وانت تقطعني. بنطلع من الديكوباج بنفوت على الليكوشينات ومنتقي كاست يكون بروفيشنال مشان ناخذ نتائج توب توب اكشن توب اكشن. وبعدين منروح بوشنا على جزر المونتاج. اخي درويش عن اذنك يعني هيك لحظه. شو في لك؟ شو جزر ما جزر؟ شو يعني جزر؟ ما بعرف جزر. ايه جزر جزيره مثل جزيرة أرواد، هاي بالبحر بتكون. لك شو بحر ما بحر؟ ما بعرف بسبح، أنا بغرق أوام أنا. إيه وأنا كمان يمكن كمان أنا بغرق، أنا ما بعرف أسبح. شلون هيك ما انتبهنا؟ دقيقة بس لحتى أسأله. شوف لنا ياب معيتك الجزر. أستاذ بالنسبة لموضوع يعني الجزيرة، هلأ نحن على الشاطئ في قوارب ولا بدنا نروح سباحة يعني؟ أنا جزيرة؟ جزيرة المونتاج. لا. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي توفقنا. تعرف طيفور؟ يا روح طيفور قولي اللي بدك اياه. انا صورتوني نت. طبعا ما بعد الضيق الا الفرج، وانا ان شاء الله راح اعوض لك كل سنين الحرمان يلي عشتيها. حاجه طيفور؟ ما قلت لك بلا الحركات هي؟ يا روحي شو نسياني انه نحن عرسان. صار شيء ذكي، هلا بنعيده للمشهد. لك شو نعيده؟ فشلت نعيده، عن نعيده هلا. هي بعد تحمل حظي شو معتر ان شاء الله. فاتح لي بورزانه على الاخر وعم يشخر. لا والاهم من هيك بنام من المغرب كمان.
طيفور طيفور طيفور. شو درويش خير؟ في شيء؟ قولي لي بدك شيء. لا سلامتك ما في شيء منوب، بس والله بكير عن النوم، كل يوم بتنام هيك بكير. طيب انا هيك بدي اضل قاعده لحالي. بسيطة بسيطة، اليوم انا تعبان ونعسان، معلش. بعد حمى لهيك شهر عسل شو معت. زكي في الادخال اكشن لوكيشن. شو ايها الحسناء الفاتنه، الى اين انت ذاهب يا حبيبي؟ وينك واصل؟ انا هيك مشوار لعالم المجهول. زكية، اتتركني وحيده في هذه الغابه؟ ايهون عليك ذلك يا حبيبي؟ بالتبع ما بيهون علي، بس هيك اهلك بدهم هذا المصير. استطبوا يا زكية، اكسكوزني، يخرب بيتك هيك بمسلوه. لك يا اخي سافر وخلصنا، لا ترد على حدا. شبك معصب؟ ما علمتني هيك بربروفا. مزبوط، ما علمته بهي اللي قال عليها. تنعال اوالدكم انتو اثنين، لك هذا تمثيل، هاد هيك بيمثلوا. يا زكي انت واقف هون بغابة كلها وحوش وادغال ومسافر بفرط طحشة وحدة هيك على المطار، عم تستناك الطيارة هنيك، هيك بتوقف اذا قالت لك زكي؟ ما بتوقف، بتمك ماشي داحل، حرق لقلبها يا اخي. انت بتسافر وهي بتبكي، انت طوال ما انت عم تسافر هي عم تبكي، البكي شغال. بعدين شغلي لي الحنفية انت. يلا هلا بدنا نعيد، ويلي ما بيرسل منيح بدي اوسعها. اكشن لوكيشن. شو سافر يا بدري خاطرك؟ ايه بدري ابكي، لك ابكي اكثر، ابكي على صوتك لفوق. روح انت زكي، بوشك على المطار، روح ابكي، لك ابكي علي، ابكي من جوا، ابكي تحت الليالي، ابكي تحت الشموع. روح روح ابكي، روح ابكي روح. يلا ام درويش، خلينا نطلع على غرفتنا ونضب شنتينا ونتهون بقى. لا طيفور، لسه بكير، لساتنا ما تهنينا. يا ام درويش الايام جايه، بس انا في عندي مواعيد ضروريه، وهدول بتعرفي درويش وزكي الواحد ما بيحسن يتكل عليهم كتير. طيفور اجينا واجينا، خلينا نعد لنا 10-15 يوم. الله يخليك، الله يوفقك، الله يوفقك طيفور. خلاص بطالع لك ياها، وحيات عينك بطالعها. الو، ايوه اهلين. ايه نعم، بيت طيفور. مين حضرتك؟ مخرج؟ اهلين. ايه عرفتك. لا مو موجود، مع السلامة. شو القصة؟ طيفور بيقول لي مسافر مع المخرج، والمخرج هون عم يتصل فيه ويسأل عنه. لا شغلة بتجنن هاي. همي شو القصة؟ ما طولتي انت والانكل طيفور بشهر العسل؟ ما بعرف، اسألي عمو طيفور. هو الحقيقة ما طولنا لأنه في عندي شغل هون ولازم كون موجود على رأس عملي. على كل خيرة بغيرة، الجايات أكثر من الرايحات. لا تصدقي أمي، عمي طيفور ومنعرفه، لو ما أنه مشتاق لطنط أم زكي ما رجع بسرعة. لا تصدقي الحكي، عم يمزح، أنت ما بيغلى عليك شيء. حارتنا ضيقة ومنعرف بعض. طيفور اطلع من هالبواب، انت عندك ام زكي بالدنيا كلها. حاجتك مزح بقى، حاجتك درويش. هلا بتصدقك ام درويش لانه النسوان عقلهم صغير. طيفور هلا انا عقلي صغير؟ لا مو هيك قصدي، قصدي يعني انه هو عقله صغير درويش. شوف يا طيفور، هذا البيت بيت محترم، اذا بدك تقعد هون بدك تقعد بعدمك. ماشي الحال هيك عم تحكي؟ ايه ما قعد لك هون، ايه ورجيكون وين رايح تعال هون، وين رايح؟ ما انا شايف كيف شو عم يخبص الحكي ويحكي. طول بالك الله يوفقك، ابو الدرويش بحب يمزح، معلش حقك علي انا. تفضل ارتاح وانا بخليه يعتذر منك. تفضل. اذا بيعتذر برجع بقعد. ايه تفضل.
لطيف عليك يا طيفور شغل يص فور لي دمي لك أنا مزعوج مزعوج زعج مو طبيعي درويش درويش شلون لك أمي بتحكي هالحكي مع عمك طيفور ما شايفه يا أمي قاعد بحضنه وعم ينتف في دقنها معقول هالحكي لك أمي الله يرضى عليك هلأ طيفور صار جوزي وبده يسكن عنا بالبيت بقى كرمالي أنا نزل اعتذر منه مستحيل ما بعتذر من حد أنا لك يا أمي أنا مو مشان كون تجوزت مظبوط معك حق خلص انزلي لعنده بتضلك هيك طول عمرك راسك يا بيف بعيد ماشي الحال يا أم درويش أنا صار راسي يابس وطيفور صار تمام التمام لك إذا ما بلخبط الدنيا فوقاني تحتاني ما بيكون اسمي درويش